السلام عليكم، يا رب تكونوا كلكم بخير. في كتير مننا وانا واحدة منهم مرينا بتجربة ان احنا يبقى مترقبين قوي خروج زغاليل من البيت، وبعد ما يخرجوا من البيت ونفرح بيهم اسبوع 10 ايام للأسف نلاقيهم ماتوا. اذا كنتوا مريتوا بالتجربة دي وزي كده، فيبقى كلامنا النهاردة هيكون عن الموضوع ده، وهو موت الزغاليل بعد 10 ايام او اسبوع من الفأس. يبقى يلا بينا نبتدي الفيديو بتاع النهاردة او نبتدي كلامنا النهاردة. بس قبل ما نبتدي كلامنا، يعني نشترك في القناة، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم ان شاء الله اشعار بالفيديوهات اول باول. نبتدي بقى كلامنا، يلا بينا نبتدي الكلام. كتير مننا كنا مثلا انتظرنا فترة ان البيت يفقس، وكنا يعني مشتاقين قوي للمنظر ده، وبالرغم من كده اول ما بنشوف الزغاليل وبيقعدوا عندنا 10 ايام او اسبوع نفاجأ بيهم بان هم ماتوا. كنت انا واحدة من الناس بسأل نفسي، طب ايه السبب اللي حصل في كده؟ ايه اللي خلى الزغاليل دي تموت صغيرة؟ يعني ليه ماتت وانا مش مقصرة في اي حاجة، سواء نظافة عش او مع الاهالي مظبطاهم في الاكل ومظبطاهم في الفيتامينات، مظبطة كل حاجة، وبالرغم من كده الزغاليل دي ماتت. بعد فترة كده اكتشفت ان السبب، وبرضو يعني مش لوحدي، يعني بالسؤال وبالقعاد برضو مع الهواة الكلام كده بيجيب بعضه، فلقيت ان من ضمن الاسباب او سبب اساسي من الاسباب هو ان يكون في امراض مزمنة عند الاهالي، وبالتالي الاهالي بتنقلها للزغاليل دي فبتموت. بس قبل ما نتكلم في الموضوع ده لازم نسأل نفسنا سؤال، هل الزغاليل دي ماتت وهي كانت واكلة، ولا كانت الحصلة بتاعتها او معدتها فاضية؟ ليه السؤال ده؟ لان هتختلف كتير في الاجابة. لو كانت المعدة فاضية هيبقى الاجابة مختلفة عن لو كانت المعدة مليانة. يبقى نقسم السؤال لاتنين، لجزئين. الجزء الاولاني، طب لو الزغاليل دي قدامي كانت واكلة تمام وانا ببص فيها كده معدتها مليانة وبرغم من كده ماتت، يبقى هفكر في ايه على طول؟ يبقى السبب كمان كده في الاهالي، وانا زي ما قلت في اول الفيديو ده بيبقى مرض مزمن عند الاهالي. هنقوله طب هي هما، طب انا الاهالي قدامي كويسين ومفهومش اي حاجة، طالعين نازلين واكلين شاربين مخصبين فقست، طب ايه السبب؟ لا، هو الاهالي حاملة للميكروب في امعائها او في المعدة ومش باين عليهم. ليه؟ لان الاهالي بتبقى مناعتهم اقوى بكتير جدا جدا من الزغاليل. طيب هنعمل ايه في الحالة دي؟ الحالة دي كده هيبقى ده تشخيصها ان هو مرضي، ولازم اقضي على البكتيريا او الفيروس او الميكروب اللي الاهالي بتنقله للزغاليل بتاعتها لما تيجي تأكله، بتنقله لهم عن طريق الاكل او اللعاب، وهنتطرق بقى لطرق العلاج بعد كده ان شاء الله. طيب لو الزغاليل دي مش واكلة وماتت، هيبقى عندي اسباب كتير برضو من للحاجات دي، من ضمنها مثلا ان العش فيه فاش، انا مثلا ما نظفتش العش وما عفرتهوش، فللاسف الزغاليل لما بقت موجوده بقت يعني ان هي في اليومين ثلاثه الاولانيين انا بقى مش متابع، واكلين مش واكلين، نضاف مش نضاف، فوجئت ان الفاش قرص فيهم فموتهم كمل على بقيتهم، يعني الاهالي ما اكلتش وكمان الفاش جه كمل عليهم ويعني امتص جزء من دمه. تالت حاجة ان انا يكون العش نفسه فيه فضلات مكان الاهالي. ليه بقى الفضلات دي ممكن تعمل ايه؟ الفضلات دي ممكن تنزل على البيض، والبيض بيبقى مسامه كلها مفتحة عشان الزغلول جوه البيضة نفسها بيتنفس عن طريق المسامات المفتوحة دي، ينزل اعزكم الله البروز ببراز الاب او الام على البيض فيلوثه، فينقل الميكروب اللي في الاهالي اتنقل للزغاليل لغاية ما طلعت فمرضت فماتت. برضو انا قلت الرطوبة عامل من العوامل، الكتمة زيادة عن اللزوم للقفص بالبياضة في مكان مش صحي بيعمل مجال للبكتيريا الهوائية، فده برضو بيؤدي لموت الفروخ.
طيب هنعمل ايه بقى؟ يبقى هنلجأ لعملية كده علاجية، وهي ان احنا نحاول نحصن على قد ما نقدر الزغاليل دي. يعني وانا يعني اعتمدت كده لنفسي طريقة برضو هقولها لكم، وهو في 3 طرق للعلاج، ولكن انا بميل لطريقة معينة، ولحضراتكم اختيار حاجة من العلاجات الثلاثة اللي انا هتكلم عنها. مش هندي العلاجات الثلاثة، انا دايما اقول كده عندكم، انا بديكم 3 حاجات اختاروا المناسب ماديا وانتوا تبقوا مرتاحين، لكن انا عن نفسي بميل لحاجة معينة وعن تجربة جربتها، فبنقول لكم تجربتي ولكم حرية الاختيار. العلاج الاولاني اللي هو منتج اسمه بي ام دي، بي ام دي ده ممتاز جدا، ده مضاد حيوي كويس قوي، امن جدا على الزغاليل وعلى الاهالي، يعني تدوه وانتم مطمنين كده ان هو مش هيأذي الزغاليل دي خالص ولا هيأذي الاهالي، بل بالعكس ده هيبقى مطهر ومضاد كويس جدا جدا على الزغاليل بتاعتكم. طيب ده هنجيبه ازاي ومنين؟ ده هنجيبه من عند اي حد عنده بيبيع مستلزمات طبية او مستلزمات للعصافير او الطيور. ده المنتج ده باودر، هو مستورد مش مصري. هي العلبة اللي قدامكم دي تقريبا سعرها جملة كده بتعمل تقريبا 300 جنيه، وجملة 300 وقطاعي يعني بتعمل 400 جنيه. بس نصيحة مني، العبوة دي كبيرة شوية فانتوا مش هتستخدموها، فهيبقى هادر على الفاضي، لان دي للاستخدام للي عنده كمية كبيرة من العصافير، يعني مزرعة كبيرة كده شوية يقدر يستخدمها. لكن يعني للهاوي او للي لسه عنده قصين 3 4 10 برضو الكمية دي كبيرة قوي عليه. هتروحوا لأي حد بتاع مستلزمات وتقولوا له أنا عايز منتج بي ام دي، هيديهولكوا، بس يكون حد أمين شوية عشان ده هو هيعبيه أو معبيه، فتكون بس يعني واثقين في المكان اللي هتشتروا منه. هي تقريبا هيديكي عبوة كده 5 جرام، يعني هتعمل تقريبا كده 20 جنيه تقريبا. هتاخدي منها او هتاخد منها جرام واحد هتحطه او هتحطيه على 4 لتر مية وتقدموه للطيور، يعني مدة 10 ايام، ممكن 5 قبل الفأس و5 بعد الفأس، معاكو لغاية مثلا 15 20 يوم تستخدموه مع الطيور، مش هيأذيهم وهيبقى سيف جدا، وهتبقوا عندكم كده امان شوية في ان انتوا بأمر الله مفيش مشاكل ولا على الاهالي ولا على الزبائن. تاني علاج، وهو ان احنا ندي حاجة اسمها بانفلور. برضو البانفلور ده كويس جدا، او يعني في البانفلور وفي الكوليبريم، والكوليبريم برضو ده ممتاز قوي، الاتنين كويسين جدا، برضو هيبقوا عندكم اريحية شوية في استخدامهم. عندكم اهو 3 انواع من العلاجات تستخدموها وانتم مطمئنين، بس انا زي ما انا قلت لكم انا برتاح شوية للبي ام دي، ده ممتاز برضو. دول الدوايين التانيين كويسين وبيأدوا لنفس النتيجة، بس أحب أنبهكم برضو لحاجة، رجاء مني ما نستخدمش خالص الكوليستين سلفات. الكوليستين سلفات بشوفه على جروبات كتيرة الناس بتتكلم عنه، ويقولوا دايما يروحوا حاطينه كده، اديلهم كوليستين سلفات. كوليستين سلفات هتهد الكبد تماما وهتتعب الكلى وهتموت لكم لا قدر الله الزغاليل، فمش معقول ان احنا نكون بنعالج حاجة وفي نفس الوقت بنأذي حاجة تانية. فليه ليه ليه نلجأ للطريقة دي؟ ملهاش اي لازمة. السلفات قوية جدا، الزغاليل الصغيرة مش هتقدر تستحملها خالص، الاهالي شوية ممكن تستحملها، وبنديهم بعد كده فيتامين كاف علشان نقدر ان احنا نرفع معاهم شوية التعب اللي جالهم من السلفات، فما بالكم اعتناء للزغاليل. الزغاليل عمر 3 و4 و10 ايام، مستحيل مستحيل ان هم يستحملوا السلفات، فنبعد تماما تماما عن الكوليستين سلفات في علاج المرحلة دي او المرض ده. الأأمن البي ام دي، هو مضاد حيوي ومضاد حيوي قوي، بس يعني مش بقوة السلفات. انا نبهت، وعليكم طبعا انتوا يعني حرية الاختيار، شوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه مع طيوركم. ده بالنسبة للأمراض المزمنة أو الحاجة اللي كانت محيرة كتير من الهواة، ايه سبب موت الزغاليل في الفترة دي وانا ما اكل ومراعي و و و و خدوا بالكم برضو ان الحر ده مش بيبقى كويس برضو على الزغاليل، يعني برضو مش حكاية ان هما
الأهالي بس عندها مرض، هو هنقوله 90% إن هم ده مرض بيتنقل للزغاليل، ولكن في عوامل تانية حواليهم بتأدي أو بتكمل على من أسباب موت الزغاليل في المرحلة دي. يبقى نخلي بالنا شوية برضو من طيورنا، وما نحاولش إن احنا نفرخ ونجوز ونعمل الكلام ده كله في فترة الصيف. وأنا منزلة كذا فيديو عن تريح طيورنا في فترة الصيف، ازاي نريحهم وازاي ما ان احنا يعني ما نتكاش عليهم كتير، لان صدقوني ان فترة ان الام او الاهالي يتأكل في فترة الصيف يعني حاجة شاقة قوي. هم بيأكلوا في الاول كل تلت ساعة، انتوا متخيلين كل تلت ساعة الاهالي هتقعد تأكل الزغاليل وترجع تاني تاكل وتأكل تاكل، وبعدين هترجعوا تقولوا طب ما انا ممكن اساعد وانا اكل يدوي. صدقوني مش هتقدروا، يعني هيأكلوا بالليل او يعني الاهالي هتأكل بالليل، انت هتقوم تأكل بالليل الساعة واحدة واثنين وثلاثة، مفيش واحدة واثنين وثلاثة، هتأكل واحدة واحدة وربع واحدة ونص، مش هتقدر ابدا وهو مش هتقدري ابدا على المجهود ده. فنظبط من الاول الاهالي، وبعد كده نبقوا قاعدين كده مطمنين ان هما الاهالي متظبطه فهتظبط لي الفروخ. يا ريتكم بس تستفيدوا من الكلمتين اللي حبيت اقولها لكم دول، وتاخدوا بيهم علشان يعني فرحتكم تكمل على خير، ان تلاقوا زغاليل تكبر وتبقى فروخ، وبسم الله ما شاء الله يكبروا كده قدامكم، تقدروا اذا كنتوا عايزين تبيعوا منهم حاجة تبيعوا، ما يكونش مجهودكم رايح على الارض. يا ريت ما كنش طولت عليكم النهاردة، وتكونوا استفدتوا من كلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.